غرام ديال الزبده ديال الكفته، عندي قليل من الزبده، عندي قليل من الجبن. السلام عليكم ومرحبا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. بعد ما عقدات لي مزيان غادي ندير لها شويه ديال الموتزاريلا، عندي كونجلي البنات. في المحتويات عندي جوج بيضات، عندي بوارو، عندي جوج خزويات محكوكين، عندي واحد 300 غرام ديال الكفته، عندي قليل من الزبده، عندي قليل من الجبن، عندي لا سميتها القشده الطريه، كنستعمل هذه لان هذه بنينه بزاف. عندي هنايا شويه ديال المعدنوس مقرد صغير، التوابل عندي الملحه، عندي كفته نتاع توابل الكفته، هنا هذه منزليه كنصايبها لراسي، الا بغيتوها ديروها لي في الكومونتير ونديرها لكم. عندي هنايا الثوم بودره، وعندي الكرات بودره، عندي لاصوص صوجا، وعندي صوص بيكونت يلا، وعندي البطاطا مسلوقه ومطحونه هنايا بعصتها مزيان. احبائي غادي نبدا اول شيء غادي نبدا به هي البطاطا ديالي، غندير لها التوابل. عندي هنا نص معلقه ديال الابزار ابيض، وعندي معلقه صغيره ديال الملحه، ما نديرهاش كامله، عيني ميزاني باش ما تجيش مالحه. وغادي ندير المعدنوس، ندير واحد البيضه، بسم الله، وغادي ندير الجبن. هذا الجبن البنات غودا بلون، عنده واحد المذاق مزيون. غادي نحك شويه هنايا وشويه نخليه نديرو فوق الكريات، يعني نص الكميه. نقلي البويرو ديالي في الزبده، البويرو ديالي اللي عندها البصله ديرها بلاصه ديال البويرو اختياري، يعني اللي ما عندهاش دير غير البصله عاديه وتهني راسها، اللي عندها تستعملو هو افضل حسن، كيجي بنين كيعطي البنه. اذا دابا غادي نرمي فيه الجزر ديالي. بالنسبه اللي ما كياكلوهاش وليداتها الجزر، هذه هي الطريقه اللي تخلي تدخل الجزر لوليداتها ياكلوهم. غادي نخليهم يتشوحوا شويه مع بعضياتهم، عاد نضيف هنا الكفته، نهرسها هنايا وندير التوابل. اذا هذه التوابل ديال الكفته غادي نديرها شويه ديال الجهد ديال نص معلقه صغيره ديال الشاي، ندير واحد معلقه صغيره ديال صوص صوجا، ندير هاكم شويه الكراز. هاد الكراز البنات كيعطي المذاق رائع جدا، نصحكم تقدروا تضيفوه للاكل ديالكم. ثوم بودره، شويه ديال هاد الصوص بيكونت. اذا غادي نخلط هاد الشيء كامل. اذا الان غادي نقطع شويه ديال الزبده باش ندير لاصوص بلونش نتاعي. هنا الزبده البنات اللي كنستعمل هانتوما،
مبسترة فيها 82 ولا شحال ديال الدهون حيوانية. بالنسبه للدقيق البنات انا غندير الشوفان، دقيق الشوفان راه طحنته هنايا. نتوما يمكنكم ديروا الدقيق الفورس الممتاز، لو انها كانت كيتونيه غادي ندير دقيق الكوك اولا دقيق اللوز، كيجي بحال البيشاميل كتجي رائعه، ولكن هنا غادي نديرها بالماء ماشي بالحليب. اعزائي عزيزاتي هذيك البيضه الثانيه اللي زدت منها ما كملتهاش كامله، درت الصفر ديالها والنص نتاع البيض ديالها، باقي لي شويه حتى نزيد نخلط. هنا كندير شويه ديال الخلطه ديالي كتكون هي لا باز لتحت باش نحط عليها الكروات الكريات نتاع البطاطا عفوا، والنص الاخر غادي نشركو مع البطاطا باش تجي لاصوص فيها هاد الخلطه. صافي، وهذا غادي نشركو مع الاخر مع البطاطا. نهبط كلشي ما نخليه والو. اذا هنا غادي نوجد لاصوص بلونش نتاعي، وهاد البطاطا غادي نخلطها مع الكفته هكا. طحنت شويه ديال الشوفان هنايا هو اللي غادي ندير هنايا، ودرت واحد المطايب ذوبت فيه كنور ديال الدجاج، هو اللي غادي يكون بويون اللي غادي ندير سميتو اللي غادي ندير البيشاميل. تمايا باش ندير فيه يدي ما تلصقليش البطاطا على يدي. مع بدات لي مزيان غادي ندير لها شويه ديال الموتزاريلا، عندي كونجلي البنات. صافي، وغادي نزيد لها شويه الفرماج جودة. باش يجيني معسل، وغادي ندير القشره الطاريه. غادي نرمي فيها شويه ديال المعدنوس البنات، نص نتاع المعدنوس، ما درت لها لا ابزار لا كوزه لا حتى شي حاجه، غير الفرماج والقشده الطريه شويه ديال المعدنوس. صافي، صافي، وغادي نخويها على الطبق ديالي. يجي رائع وبنين. كنصحكم بها البنات، وهانتوما درت غير دقيق الشوفان ما درتش الدقيق، وكتعقد وكتجيناها شوفوا الخيوط ديال الموتزاريلا مع الفرماج رائعه بزاف.
خويرات البطاطس مع الكفته، ها هما بلاصوص بلونش، ها هو وجد لينا طايب محمر الغزال. اذا غادي نذوق معكم وحيده ونوريكم بالمناسبه كي كيجيو. اه غزال غزال غزال، فعليكم غير لا تجربوهم وتبرعوا وليداتكم طبيعه الحال، ومول الدار طبيعه الحال. اذا الان غادي هانتوما البنات شوفوا كي كيجيو من الداخل، هانتوما رائعه، ما نقولكمش البنه كي دايره حتى تجربوها وتجاوبوني في لي كومونتير وتقولي وجهه نظركم في الكوريات نتاع البطاطس والكفته. يلا احبائي عواشكم مبروكه، نتمنى ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والهنا باش ما تمنيتوا ان شاء الله، وجميع الاحباب ديالكم واللي عزيز عليكم وجميع الامه الاسلاميه ان شاء الله. وبهذا نكون انهيت الفيديو ديالي، وجميع المقادير غتلقاوهم تحت في صندوق الوصف، كذلك مجموعه ديال الفيديوهات ديالنا ديال الريجيم الكيتو، وطبيعه الحال فيديوهات اخرين خارجين على الريجيم الكيتو طبيعه الحال. ما عليكم غير تدخلوا القناه ديالنا وتنضموا وتشتركوا وتكونوا من الاسره ديالنا الصغيره، ونكونوا مشكورين لكم ومنونين. ولهذا نقول لكم مع السلامه.